المعبودة سخمت، من أهم إلهة مصر القديمة. كانت تمثل عادة إله الأسد، ويصورها الرمز كامرأة برأس أسد، ويترجم اسمها إلى قوي، فإنه يترجم على أنه الأنثى القوية. يمكن للمرأة أن يجد تاريخ مصر القديمة مليئا بالعديد من تقاليد الإله رع، فسخمت هي ابنة رع، فإنها ليست إله محاربة فحسب، بل هي أيضا إله الشفاء. وكان الفراعنة يوقرون سخمت كحاميهم، وقيل أن الإله قادة الملوك في أمور الحرب. ويأتي اسم سخمت من الكلمة المصرية القديمة والتي تعني القوة، ويترجم الاسم المصري القديم لسخمت إلى الشخص القوي أو الجبار. علاوة على ذلك أعطيت الإله عدة ألقاب، مثل سيدة الرهبة ومن يرتجف الشر والسيدة الذبح، كلها تشير إلى سخمت. فاعتبر المصريون القدماء سخمت ابنة إله الشمس رع، عير رع الشهيرة، وهي المظهر الانتقامي لقوة رع. كانت سخمت من بين الإله الأكثر أهمية الذين لعبوا دور عين رع. ويحكي لوريس حكاية قدرة سخمت على استنشاق النار. علاوة على ذلك قارن الناس رياح الصحراء الحارة بأنفاسها. فاعتقد المصريون القدماء أن الإله يمكن أن يسبب الأوبئة، وكانت تسمى هذه الضربات كعبيدها أو رسلها. ومع ذلك اتصل الناس بسخمت لدرء هذه الأمراض أيضا. وهناك أسطورة تروي قصة رع وسخمت. على ما يبدو أرسل رع الإله حتحور على شكل سخمت قرب نهاية حكم رع على الأرض. أرسل رع سخمت لتدمير البشر الذين تجرأوا على التآمر ضد رع، فقادت سخمت معركة دامية. ومع ذلك وفقا للأسطورة لم تكن شهوة الإله للدماء راضية في نهاية المعركة. بعد ذلك دمرت البشرية كلها تقريبا. هذا جعل الإله الأخرى تتوسل إلى رع لإيقاف سخمت قبل أن تدمر الجنس البشري كله. لمنع هذا استخدم رع الجعة، وكانت الجعة مصبوغة باللون الأحمر لجذب انتباه سخمت. فاعتقدت الإله بالخطأ أن البيرة دماء، وشربت الوعاء بأكمله. وفي وقت لاحق تسببت البيرة المصبوغة في إصابة سخمت بالنعاس، وتوقفت عن الذبح، واستيقظت الإله في رع بسلام. وهناك أشكال أخرى من الحكاية أيضا. ففي بعض الروايات غضبت سخمت من الخداع وغادرت مصر، وهذا قلل من قوة الشمس. علاوة على ذلك فإن هذا يهدد قوة العالم وأمنه. ومن ثم أقنع الإله توس الإله بالعودة. عادت سخمت وأعادت الشمس إلى مجدها الكامل. وكانت سخمت أيضا زوجة الإله بتاح وأم لابنة نفرتوم. علاوة على ذلك قيل أيضا أن الإله هي والدة إله الأسد ماهيس. أما كانت التماثيل والأيقونات القديمة، كانت تصور سخمت في الفن بالإله امرأة برأس لبوة، غالبا ما ترتدي أردية حمراء لون الدم. ومع ذلك في بعض الأحيان كانت تصور سخمت في تماثيلها ونقوشها بملابس قليلة أو عرية. حتى في وفاتها كان الموقف الملكي للتابوت يمثل سخمت كحامية. تم تصوير الصور في جميع صور طقوس التحنيط، ويظهر رأسها والذيل المميز.
وأشير أيضا بأن سخمة ذكرت مرتين في نصوص الأهرامات، وتعد نصوص الأهرامات أقدم نصوص طقوسية وجنائزية في تاريخ مصر. فالمعبودة سخمت تعد إلهة الحرب، فهي القوة النارية للشمس، وأيضا هي إلهة المرض والأوبئة، بل كان يعتقد أيضا أنها كانت تشفي الأمراض. فمنذ الدولة الحديثة من عام 1069 قبل الميلاد إلى عام 1550 قبل الميلاد أصبح ثالوث ثيبة أكثر أهمية، وبالتالي تم تشكيل سخمة كمظهر عدواني وهجومي للإله موت الأسطورية. وهذا ما يشرح العدد الكبير لتماثيل سخمة التي صنعت في عهد الملك أمنحتب الثالث الذي حكم من عام 1352 قبل الميلاد إلى عام 1390 قبل الميلاد في معبد موت بيت كرنك وفي معبد الجنائزية في البر الغربي بالأقصر. وهناك مصدرا تاريخيا يقول أن هناك أكثر من 730 تمثال لسخمة، وهذا ما جعل نظرية تفسر أن سبب هذه الأعداد الهائلة لتماثيل سخمة هو الخوف من تهديدات انتشار الأوبئة. فبالتالي عمل تماثيل الإله سخمة حتى تبعد الأوبئة عن المجتمع. وهناك نظرية تقول إن الرقم 730 تمثالا لسخمة يحاكي عدد أيام عامين، فكان الملك يصدر قرارا بصنع تماثيل لسخمة كل يوم خوفا من الأوبئة. وفي اقتراح يقال إن الملك نفسه كان مصابا بمرض وقام بتصميم تماثيل لسخمة ليقترب منها وتشفيه.